ينضم إلينا الآن من السودان الأستاذ مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير. تحية طيبة أستاذ أحمد. أستاذ مصباح، أهلا بك في هذه الساعة الإخبارية من قناة الحدث. بداية نتحدث وإياكم عن التغييرات السياسية في مجلس السيادة تحديدا، وقبول السيد مالك عقار لمنصب نائب رئيس المجلس. كيف سيصبح المشهد برأيك خلال الفترة المقبلة وشكل المجلس السيادي؟ تحية لك والتحية لمشاهدي قناة الحدث، وأشكركم على الاستضافة. الأوضاع في السودان طبعا مع تواصل الحرب وتواصل حالة الاحتقان وتزايد الوضع الإنساني تأزيما مؤكد، أنها يعني تزداد التحديات يوما بعد يوم. ولذلك التغييرات التي حدثت على مستوى مجلس السيادة ينظر إليها من ناحية تأثيرها على الوضع الميداني، من الناحية الإنسانية ومن ناحية التأثير على الأطراف لوقف الحرب. أعتقد أن السيد مالك عقار هو لديه موقف واضح من الحرب، وهو في خطابه اليوم تحدث عن أنه سيوظف جهوده لوقف الحرب، وبالتالي ستكون تأثير هذه التغييرات مرتبط بمدى قدرته على يعني دفع الجهود الرامية لوقف الحرب، سواء كانت الجهود المدنية من كافة القوى السودانية أو الجهود الدولية. ولذلك من المبكر أن نحكم على إيجابية أو تأثير هذه القرارات على الوضع في البلاد. المهم في نظر الشعب السوداني أنه ستكون هذه القرارات ما نتيجتها، هل ستكون إيجابية لصالح وقف الحرب وتحسين الأوضاع الإنسانية في السودان مع تعقيد الأوضاع ومع حالة الانسداد الأفق تماما. هل ستستجوب هل ستستجلب هذه الخطوة برأيك ردا من قوات الدعم السريع مثلا؟ لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا على الوضع ولا على قوات الدعم السريع، باعتبار يعني حتى إذا نظرنا إلى ردود الأفعال هي لم ترد أصلا على هذه القرارات. والسيد مالك عقار معروض موقفه من الطرفين، موقف محايد. هو شدد في تعليقه في بيان القبول، شدد على أنه هو ليس بديلا لأحد ويبقى على مسافة واحدة. هذا الموقف برأيك هل سيساهم في تقريب وجهات النظر ولعب دور الوسيط مثلا، وسيط محلي؟ نحن نتمنى للسيد مالك عقار أن ينجح في هذا المسعى، لأنه الآن الوضع الكلي في السودان مرتبط بوقف الحرب. أصلا ليست هنالك حكومة تدير شؤونها بصورة طبيعية، وليس هنالك مجلس سيادة يعمل بصورة طبيعية، وبالتالي كل الوضع مرتبط بالموقف من الحرب. هل الحرب ستقيف؟ إذا وقفت الحرب يمكن أن يكون هنالك نقلة لمستوى آخر يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين. ولذلك الجهود كلها أو جهوده السيد مالك عقار وكل الأطراف تنصب في اتجاه وقف الحرب. إذا لم توقف الحرب فليس هنالك أي نتيجة إيجابية ستكون على الأرض، إذا كانت بالنسبة للجهود الإنسانية أو حتى لقدرة الحكومة على القيام بالتزاماتها تجاه الشعب السوداني. يعني ليس هنالك حكومة الآن فاعلة، وليس هنالك مؤسسات تقوم بدورها، وحتى السيد نائب الرئيس نفسه النائب رئيس مجلس السيادة الآن هو موجود خارج السودان، وبالتالي في ظل التعقيدات لا يمكن أن تكون هنالك نتائج إيجابية ما لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب، ومن ثم يمكن للمؤسسات أن تستأنف عملها لصالح رفع المعاناة عن الشعب السوداني. طيب فيما يتعلق بكل هذه الهدن التي يتم إعلانها هدنة تلو الأخرى، تستمر الاشتباكات لأسبوعها السادس، مع عواقب ذلك على الحياة اليومية للسودانيين، هل نحن أمام المزيد من الشلل أمام كل هذه الخروق للهدن؟ للأسف الآن الوضع الإنساني يعني يزداد تعقيدا يوم بعد يوم، وصل إلى مرحلة صعبة للغاية. حتى الآن لا تستطيع الجهود الإنسانية أن تنساب،
لرفع المعاناة عن المواطنين باعتبار أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ولم يتوصلا إلى اتفاق لفتح المسارات وفتح المطارات حتى تتمكن المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدعم الجهود الإنسانية والدول حتى إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها. السودان الآن هنالك أكثر من 25 مليون يحتاجون إلى مساعدات قدرتها الأمم المتحدة بأنها تتجاوز 2.6 بليون دولار. هذا يعني مبلغ ضخم جدا واحتياجات ضخمة جدا. إذا لم يكن هنالك التزام من الطرفين بالوقف إطلاق النار وفتح المسارات وتيسير الجهود الإنسانية لكي تنساب، لا يمكن أن يكون هذا الوضع مستمرا بهذا الشكل، لأنه عمليا الآن الوضع مشلول تماما. كل الأوضاع في ولايات الخرطوم وفي ولايات الملتهبة تزداد تعقيدا. الأسواق أحرقت، المخازن أفرقت مما فيها من مخزون غذائي، أصبح الآن حتى الغذاء نفسه ماشي يتناقص في حالة أقرب للانهدام، وبالتالي هذا الوضع ينزل بمجاعة حقيقية في مناطق كثيرة من أنحاء البلاد، ولا بد من الوصول إلى مقاربة لوقف إطلاق النار حتى تتمكن الجهود الدولية من أو الجهود الإنسانية عموما من أن تقوم بتخفيف المعاناة عن المواطنين. نعم. لم يحدث ذلك، سيكون الوضع مرشحا لمزيد من التعقيد ومزيد من الكوارث ومزيد من المعاناة للشعب السوداني. كل الشكر لك أستاذ مصباح على كل هذه المعلومات. حدثني من الخرطوم ضيفي من هناك مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير. شكرا جزيلا لك مرة جديدة.